طيب هي خسائر يتحملها المقاول. نعم. طيب نعرف برضو أنواع عقد المقاولة. ممكن يكون في عقد حقوق تنفيذ مباني حكومية أو خاصة. المباني الحكومية ممكن تنفيذ مدارس تبع الحكومة، تنفيذ مباني وزارات حكومية، تنفيذ طرق، كباري، موانئ، مطارات، كل هذه تدخل في أعمال المقاولة. ما بالضرورة هي مباني، حتى حفر آبار لاستخراج بترول. المهم منشأة كل عقد يعني. كل عقد مقاولة منشأة حكومي يعني. في عقود مقاولة حكومية وفي عقود مقاولة خاصة. يعني في مقاول اتفق مع فرد على إنه ينفذ له سكن، وفي مقاول اتفق مع شركة، مع وزارة حكومية إنه ينفذ لها مبنى. هنا الشروط بتختلف. لما يكون المقاول متعاقد مع جهة حكومية بيكون خاضع للأنظمة والقوانين الحكومية، لأنه الحفاظ على المال العام بيتطلب وجود قوانين إنه الأعمال تنفذ بمستوى معين من السلامة والدقة في التنفيذ، وتطرح لمنافسة عامة عشان يشوف المقاول اللي بيقدم أفضل عرض أفضل سعر، التزام بالمواعيد التسليم ومواعيد التسليم. وحتى المقاول يكون عنده مستوى معين من التصنيف، عنده الإمكانية المالية والفنية لأنه ينفذ العمل. فالعقود المقاولات الحكومية عندها شروط، ده نوع من أنواع المقاولة. في عقود المقاولة الخاصة دي بتعتمد على الشروط بين المقاول وال